شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المفروض هنرن البروجكت، والمفروض الفرونت يكون هو الفرونت اللي هو من غير انجولار. لو جينا هنا في الفيو عملنا مثلا في البروفايل، تمام، طلعنا البيج ديت، المفروض نروح نعمل رن للبروجكت بتاعنا، تمام، هعمله رن، هعمل ان جي سيرف، هنستنى شويه قبل ما نعمل بيلدينج كومبايلينج. هروح هناك اعمل لوكال هوست 3200. ايه ده بقى؟ فينا غلط. إيه ده؟ مش زي ده خالص. تمام، ده مش ايرور، ده انت بس ايه حاطط الملفات بطريقه خاطئه، سميته ايرور يعني ايه ايا كان يعني، بس هو مش ايرور. تمام، فانا هنا لو فتحت يعني مثلا هنا هنقفل ده عشان العمليه تبقى واضحه. لو رحت في فيو وعملت اوبن فيجوال ستوديو وبصيت هنا بصه، هلاقي هنا عامل امبورت لل بوتستراب، تمام، والفونت اوسم والايه والفايل ده. طب احنا لو رحنا هناك هو عامل 3 ملفات، تمام. لو رحت هناك انا عامل اول 2 اهم، تمام، وما ده كله المفروض ده ما تضيفوش، والريجستر ما تضيفوش، واليوتيل ما تضيفوش. كده دول الـ3 ملفات اللي هناك، والملفين دول ده بتاع الماي ستايل بتاعي اللي انا عملته، وده بتاع الابلكيشن بتاعك ذات نفسه اللي هو ايه ستايل دوت سي اس اس. تمام، لو عملنا ريلود وستوب اند ريتيرن هنستنى قبل ما يخلص بيلدينج. تمام، اهو الواحد عمل ريلود، الصفحه ديت هي نفسها ايه الصفحه ديت، تمام. واحد يقول لي هنا ايه بروفايل كورس بيتغير ماي كورس اكزام، تمام. هنا بقى بروفايل كورس ماي كورس اكزام كله زي بعضه. هقول لك دي هتهندلها بحاجه اسمها راوتنج، هنتكلم عليها في فيديو، في الفيديو بتاعها كل حاجه هتكون ليها حاجه مخصصه، كل حاجه هتكون في وقتها. حابب برضو اعيد المعلومتين اللي قلتهم تاني. هنا لما فتحنا هنا هو هنا عامل امبورت للثري فايلز، تمام. هناك كنا عاملين امبورت للريجستر، ده اصلا فايل خاص بالايه بالريجستر، تمام. لما وكنت حاطط هنا 2 فايلز يوتيل ومين، اليوتيل والمين دول كان فيهم سي اس اس عاملين اوفر رايد اصلا على الخصائص اللي انت عاوزها، فده اللي كان عامل لك ايه كونفيوزنج وعامل لك ايه ايرور، تمام. هنعمل في سي اس، او خلينا هنا في سي اس جيت اد، هروح هناك اعمل ايه كوميت، هنعمل ريسولف ايرور اساين يور سيلف، هعمل سبميت نيو كوميت، هاخده كوبي على طول هنا، هعمل في سي اس كوميت، هعمل كلوزس كوميت اند بوش، هعمل ايه بوشنج، هستنى قبل ما اعمل بوشنج، تمام. عمل كلوزد والكوميت بتاعتي كل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو مفيد ويكون واضح، ولو في اي حاجه ما انتش فاهمها او اي حاجه جالك كونفيوز من اي حاجه كلمني، اتصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك بتاعي تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.